النهارده كنت قاعد كده برسم لكم رسمه معينه، وجالي تعليق كده على فيديو معين كنت راسم فيه الوان علم فلسطين، بيقول لي ارسم الوان علم ليبيا. على طول جهزت الرسمه اللي انا هعمل لكم فيها الوان علم ليبيا، وبدات ان انا احط العلم كده واخد منه الالوان. اللون الاحمر هو اول لون معانا، وبدات ان انا استخدمه في الشعر بتاع البورتريه ده. يعني الشعر هيكون احمر، وبرده اي شعر، يعني الحواجب وبرده الشنب والدقن الخفيفه دي، يعني اجزاء الشعر كلها تقريبا. ودلوقتي بقى انا هستخدم اللون الاسود اللي هو تاني لون معانا في العلم، ان انا الون بيه التيشيرت اللي تحت الجاكيت كده. يبقى فاضل معايا اللون الاخضر، وده بقى يا جماعه انا حابب قوي ان انا استخدمه في لون العين ولون الجاكيت برضو. وانا بعد التلوين ده طبعا لازم اظلل، وفي تركايه كده صايعه في التظليل مش عارف هتاخدوا بالكم منها ولا لا. تعالوا بقى كده نشوف الرسمه بتاعتنا بعد التظليل، وما تنساش تتاكد انك متابعني وتعمل تعليق بالوانك المفضله، ويا رب تكون الرسمه عجبتكم.